حلو. فسيدنا طه موسى خلي يعطينا خبرته بأمور الشباب ويوجه كلمة لكم نصيحة، وطبعا إن شاء الله تكون ككل كلماته بناءة جدا. تفضل سيدنا موسى. بارك الله سيدنا. بعد إذنكم وإذن الرهبان والراهبات والشباب أيضا، سيدنا الحقيقة أنا عشت هون من 1997 إلى 2002 كمرشد روحي تحت توجيهات قداستكم وتحت وصيتكم وتحت إرشاداتكم. والحقيقة سيدنا كانت هذه الفترة اللي قضيتوها هوني هي من أروع الفترات، بل تاج الفترات الرهبانية اللي عشتوها، لأن شعرنا من خلال سيدنا بأنه أنت كنت من الأب الحنون، الأب العطوف، المتواضع، اللي فعلا جسدت في قداستكم كل ثمار الروح القدس اللي هي كان الفرح والسلام والطلانات واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف. فياريت كلتنا نحن في هذه الفترات القصيرة اللي نجي فيها للدير كشباب أن نستفاد من حياتنا الروحية اللي نعيش فيها في هذا المكان المقدس، خصوصا نستفاد من حياة الطاعة اللي المفروض كل إنسان في الكنيسة المقدسة السيرة الأرثوذكسية أن يلتزم فيها، لأن كما نعرف أن ابن الطاعة تحل عليه البركة. الطاعة دائما تكون للقيادات الروحية بدون تمييز، الطاعة تكون لقداسة سيدنا البطريرك، للمطارنة، للرهبان، حتى للراهبات أيضا، لأن الحقيقة الإنسان اللي عيش حياة الطاعة عيش حياة البركة أيضا. فنحن نستفاد من هالمرحلة اللي جينا فيها كشباب حتى نكون أبناء بررة لكنيستنا السريان المقدسة. وبارك الله سيدنا.